50 صحافي وصحفية مواطنة بين 13 سنة ونص و 22 عام، 5 نوادي صحافة مواطنة، حلقة أسبوعية وثلاثة روبرتاجات، ناس أخرى، بلايس أخرى، وفازات أخرى، وحكايات تتحكي في 60 ثانية. مرحبا بكم في الأخرين. من زين الليلة يبان صباح وندق على شباك الجار ونزين حرجو بالياسمين. أماني شيخاوي بنت الكيف، عمري 22 سنة. حكايتي بالراديو والصحافة بديت من عمر 6 سنين، زرعت فيا ثقة كبيرة وخليتني عندي طموح وأهداف وكان يكون أكبر صحفي. توا باش نمشي للبلايص الأخرى، قرية تزبيد في القالطة ما فيهش ترانسبور، وبعد باش نهزوكم للناس الأخرى. جواهر عمرها 12 سنة من مثلي، تلعب كورة في إيكيب تاع الكورة، وتوا باش نمشي مع جابس في فازتنا الأخرى، حالة الوعي اللي عريت واقع تونس. نعرفكم بالمنطقة نتاعنا، هي اللي هي منطقة القهباية، والمنطقة هذه تعتبر من أقدم الحوم في قبس. المبادرة هذه والله قاموا بها، شوفوا الصغيرات هذوما والشباب وهو أهل الحي، وتمكنت في لم شوية تبرعات ولم شوية فلوس كذا باش تاخذوا به الأدوات نتاع الزينة ويعطيهم الصحة بها المبادرة هذه. أما والله نعيب على البلدية نتاعنا ونعيب على السونات نتاعنا. الحفرة هذيك ترجع تقريبا عندها عامين، الحفرة هذيك تقريبا عندها عامين في الحومة هذيك اللي خلى الدار. كان شفت الدار في أول النهج، أنا عاملينها أعمدة باش نطيحش، وفيها إشكال قانون وفيها برشا مشاكل، وحتى مولاتها مسكينة، حتى مولاتها الدار هذيك من القهرة توفات ومات. خرجنا يعني كبار وصغار وساهمنا وشرينا وشاركنا، حبينا ننصف حومتنا، ولكن البلدية توا لازمها تقوم بواجبها. نقدم خطوة للأخرين في زبيد. هي منطقة ريفية تابعة لبقالطة ما فيهاش نقل، ونحن كصحفيين مشينا باش نعملوا روبورتاج ونكتشفوا تأثير مشاكل النقل على الحياة اليومية للمتساكنين. وكان أول مشكل تعرضنا له إنه ما لقيناش علاش نمشي، رصت لنا مشينا على ساقين. هنمشي على ساقية. النقل معذب بني ومعذب الناس كل، معذب الصغير الكبير اللي يقرا ولا يمشي يمشي لد. والكار حتى كي تجي كار تلان ما تحبش تركبنا، كل احنا ممنوع علينا ما نركبوش. كي تفوتنا الكار يبدا نهار مطر، مشيو على ساقينا والمطر تنزل، حتى والدينا يبخلوا بينا باش يقوموا في الصباح يهزونا على المطويات وعلى كراهب. منها تطلع انت باش تروح تقعد تطلب تلوج في ستوب، تقعد ساعه وساعتين وساعات ترجع. حتى التاكسي كي نعطيها 5000 تقول لا ما نوصلكمش، خطر علاش تجي تمشي مليانة وتروح فارغة. لو لقينا كاريتا لازمنا نروحو، زعما يجي نهار ونلقاو حل مشكلة النقل في زبيد. نجوم الكاف وشط الغار وقمرة تضوي من الشرتين، وكيف الغايب على المدار ساكن دي مقلوب الناس ما تميش الفريق نسائي خاطر شطر البنات ما مش مغرومين راهم هنا بالكورة. اسمي جوار زوجة، 12 سنة من متلين، نلعب في الكورة. فرشت في كابتن ماجد وانا صغير، خش عليا نلعب معاه. أول مرة يعني لعبت فيها مع أخويا. الانترنور ورئيس الجمعية قنعوني بطبيعة خاطرني نلعب بالقداء وعندي موهبة، قالوا لي خاطر مفهميش بنيت نجم تلعب مع الوليد. من الاول قعدت نخم خاطر جاتني صيبه شويه وليد كل شيء، ما بعد كي شجوني امي بابا لعبت. الاولاد كانوا يصافوا معايا بالحق بالكذا بالكذا، كانوا يحترموني سانسوا بيا تويكا، حتى كي نغيب في الانترمون ديما كلموني. ولا البنات كانت تغزل يعني كيفاش بنيه وحدي نطلع في وسط الوليد، يعني كل شيء كانوا من الاول باهتين فيا. نسي ديما يرضوا امي يقولوا لها شبيها بنتك تلعب مع الوليد، ما تخليهاش ما عادش تخليها، هي حياتي هذيك هي موهبتي. يعني نلعب شيخ، اللي يلعب كره لازم ما يخافش، هذيك حاجه الاولى لازم تكون في مخ. يذوبوا في حدود الناس، نقدم خطوه للاخرين ونعمنا للتركيتار.